النقطة الأخرى التي أريد التعرض لها ربما من قبل أن يكون أدوكم، لكنه هذا الاجتماع يقل نظيره. إذن فيكون تتحملون مني ما لا تتحملون من غيري، وأمري وأمركم إلى الله، وكان الله في حضنها جميع. لماذا لا؟ وهذا ضروري. وإذا كان مقدمة لكمال نفسه وكمال غيره وهداية غيره، ربما يكون واجب عيني إن لم يكن واجب كفائي. هذا خلصنا. لكنه لا، أنتم الآن ربما أكثر من 90% منكم من الدارسين في النجف، لا تكون مناسبات الجمعة حجاب لكم أو مانع لكم عن شنو؟ عن الدراسة. في الحقيقة الدراسة هي التي خلقنا لها وخلقت لنا صحة، ليس الجمعة بالرغم من أهميتها جدا، لكن الدراسة أهم. الدراسة أهم لأن فيها شنو؟ مستقبل الحوزة، وشنو؟ مستقبل الشيعة ومستقبل المجتمع. أنا قلت أكثر من مرة وخلي تسجل، وأنتم بعضكم ربما ما سامعين، ما أدري أني أنا استهدفت إنما شنو؟ استهدف إيجاد المراجع للمستقبل، وإلا الحمد لله جملة من مراجعنا راحوا والباقيين لم يروحوا. يكون يبقى المجتمع وتبقى الحوزة بدون مجتهد أصلا، زين، بدون اجتهاد هم يصير تقليد؟ ما يصير تقليد، غير مجتهد لا يقلد، فإذا لا يقلد معناته مرجع ماكو أصلا، فمن الذي يقضي؟ من الذي يقبل حق الإمام؟ من الذي يحل المشاكل؟ من لا يقلد معناته مرجع ماكو أصلا، فمن الذي يقضي؟ من الذي يقبل حق الإمام؟ من الذي يحل المشاكل؟ من الذي يفتي؟ ماكو. فلربما وإن كان ملقي يتسلط علينا غيرنا بعنوان أن الأعلم في إيران أو في الهند أو في باكستان أو في الخليج، لا، فليكون العالم بنفسه وليس في غيره. أنتم إذا دعمتوا على نفسكم حقيقة تخرج عن كونك إمام جمعة إلى كونك مرجع أو نواة مرجع مؤهل للمرجعية، فهذا ينظر له نظر كبير كما في الرواية. على كل حال أيضا بدون قياس كنا ننظر إلى علي كالنجم في السماء، خل ينظرون إلى سيد فلان فلان كالنجم في السماء، لأنه الطبقة الدارسة والمتدنية من الحوزة شوفوا هذا كبير. ولماذا لا؟ إن شاء الله كلكم في المستقبل القريب تصيرون على هذا المستوى، وأتمنى لكم ذلك وأتمنى لكل الحوزة ذلك. ليش لا؟ وكلكم تتمنون لكل الحوزة ذلك. إنما هذه خطوة لأجل إيجاد المرجعية. يقولون كثيرين يقولون بأنه ورثة محمد الصدر على وين التوجيه؟ أقول لهم إلى الآن ما في، إلى الآن ما أي تخطيط ما في. إنما نحتاج إلى بقية الحياة لعدة سنوات، ربما مثلا 5 إلى 10، يوجد هناك أكثر من مجتهد، 5 6 10، حينئذ في ذمة المجتمع وفي ذمة الحوزة تعيين أعلامهم من ناحية وتعيين أخلصهم من ناحية أخرى. قلدوا تفضل قائل من كان، أنا بعد ما علي لأنني ذاك الوقت غير موجود وطافعني الماي وطارق الجن. أنا حينما كنت حي أديت ما علي، إذا كان هذا بتوفيق ربي و بدون عجوة، إنما كل الأعمال الصالحة بيد الله، ما هذا شاهد. وأما هذا الباقي عليكم أنتم الشباب، وحتى لو كان الطبقة الذي أدنى منكم أصغر منكم أيضا مسؤولين عن هذه الجهة، لأنه بالأخرة لا بد من المرجع للشيعة، لا بد من المرجع في النجف. وأنا قلت أكثر من مرة أن النجف في أعلم المناطق على وجه الأرض حتى لو قيست بقم، فلا ينبغي التفريط بهذه الصفة أن النجف هي الأعلم. أما إذا أنتم ما درستوا وقعدتوا وسكتوا، اذا كيف تكون النجف اعلم؟ الاعلم سوف يموتون كل المجتهدين بما فيهم الاعلم وغير الاعلم، والموت لا بد من كل نفس ذائقة الموت. حينئذ تكون جهلة او انصاف جهلة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الجاني الا الحوزة؟ الا اي واحد منكم، واجب كفاية، واجب وليس مستحب حبيبي، وحتى من صلاة الجمعة ومن كل المجتمع المعاصر، ان يوجد هناك شنو؟ مراجع حقيقيين قابلين تسلم القيادة. وأنتم تشوفون القيادة التي تقتنعون بها الحمد لله، يعني أنتم تقومون بجزء منها والآخرين يقومون بجزء منها وأنا أقوم بجزء منها. فإذا كان يعني تتعودون على ذبة القيادة وعلى أسلوب القيادة وعلى طريقتها وعلى اتجاهها وعلى مفاهيمها، هذا هو بس فرق يفصلكم الاجتهاد. هذا هو الاجتهاد، ما يصير بالمعجزة ولا بالإلهام حبيبي، إنما يكون بالتعب. شنو نقول؟ ومن رامن علا سهر الليالي، وشنو
طلب العلا من غير جد بهذا المضمون، ومن طلب العلا من غير جد أضاع العمر في طلب المحالي، إنما توجد النتائج بأسبابها، والسبب بيدك حبيبي وليس بيد غيرك. فمن هذه الناحية من الضروري 100% 1000% أن تستهدف الاجتهاد بطبيعة الحال، قبل أن تستهدف أن تكون مثلا وكيل في بلد أو إمام جمعة أو إمام جماعة أو مسيطر على عشيرة أو رئيس عشيرة، ربما أكو جماعة أكثر من واحد في الحوزة، رؤساء عشائر فعلا يعني، هم ما يخالف، جزاهم الله خير، إن شاء الله يؤدون حقا أحسن من هذه أولئك الأهل الباطل الذين يترأسون العشائر أحسن من غيرك. نقول له أنت أبقى، لماذا؟ لأنه إذا انسحبت يجي واحد أنقص منك، وإن كان هي العبارة مو لطيفة. المهم هذا، هذا ليس هو الكل في الكل، هو عبارة أنه واصل ولا كمال أكثر من كماله. مشتبه ومتوهم حبيبي، مشتبه ومتوهم مسلم الطمة، إنما يكون شنو؟ إنما يكون يخلي الكمال الحقيقي، الكمال الذي ينفع الظاهر وينفع النفس وينفع العقل حبيبي، وليس هذا الكمال الذي هو مؤقت. صح هو كمال أنا أقول لك، لكنه إنما هو كمال مرحلي وكمال مؤقت، وليس هو الكل في الكل. ولا الله يقبل ولا أنا أقبل ولا أمير المؤمنين يقبل أن هذا الوهم يتسلط على أذهانكم، أن شيئا ما مما اكتسبتموه من حطام الدنيا هو الكل في الكل، وأن هذا هو المهم، لأنكم بدي أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجبتم الناس للدين ووعيتم الناس وصارت يقظة وصارت استجابة، جزاكم الله خير، أينما نفعتم أنفسكم في الآخرة، أنتم ما عليكم مما حصل في الدنيا، هذا اللي حصل في الدنيا وبتوفيق الله، وثوابكم في الآخرة أيضا شنو؟ بتوفيق الله، فلا تغضب الله في أنفسكم وفي غيركم حبيبي. من جملة النتائج ذلك أن هذا وإن كان هو احتمال إن شاء الله يكون قليل جدا، لكنه وارد أن شخصا ما منكم أو من غيركم يشعر بالعجز عن الاستمرار بصلاة الجمعة، يشعر بالعجز عن الاستمرار بصلاة الجمعة، أنه أربع مرجع لمرض أو لقلة خبرة أو لكلام ضده في المجتمع كثير أو أي شيء، يعني لا لا هو ماسك للغصن بكل صورة إلا أن تنقطع يده أو تنقطع رقبته. لا حبيبي يا غضبان، لماذا ماسك بعيونك وسنونك حبيبي؟ إنما هذا طلب للدنيا ليس أكثر من ذلك. أنت كون على هذا المستوى، أنه إن صار أنعم الله عليك أجي وممنوع، إن ما صار أنا أنسحب وممنوع. بس مثلا بس أنا في هذا الموضع الذي تشوفوني قايل أكثر من مرة ولا زلت أقول، إن ظهر مرجع أعلم مني أو مؤهل أكثر مني تفضلوا أي واحد، أنا أتنازل عن المرجعية وأقول أنه أنا لا أفتي بعد أصلاً ولا شنو ولا أحبط حق الإمام أصلاً، يجيب حق السادة هذا رجل فقير مثلاً، ما أكثر من ذلك لا يحق لي ليش، لأنه شنو؟ لأنه صار واحد أعلم مني، أو مثلاً شيء آخر مثلاً سقطت من العدالة والعياذ بالله أو أي شيء من الموانع الذي حصل، في الإمكان بالآخر الدنيا ما معلومة شنو مسألة، أو مثلاً ربما مثلاً حصلت جناية فحصل تعويق مثلا عقلي او جسمي او اي شيء، كل شيء يصير، فمن هذه الناحيه ينبغي التحويل على مرجع اخر، لا ينبغي ان يسكت، ما يخاف ما يخاف، ما دام هو نفع للدين ونفع لله ونفع لرسوله ونصر للاسلام، مرجع اخر مرجع اخر، انا مو عداوه للشابش حبيبي، الان الموجودين او غير الموجودين او في هذه المنطقه او في منطقه اخرى ليس فيه ضرر، ما دام هو انما هو مساله اماميه وشيعيه ليست اكثر من ذلك. فالمتوقع من أي واحد منكم أن يكون ما أخذه من المنصب أيضا هكذا، إذا منعت أي موانع من حبيبي إنما هو إفراغ المسؤولية عن شيء يوم ما كنت أقول، ليس الآن الآن المسألة إلى حد ما تنفذ، ولكن بالأساس على القاعدة كلما قلدوني ناس أكثر زاد وزري على ظهري أكثر ومسؤوليتي في ذمتي أكثر، قول لا أي واحد منكم ما مشكل على الله، كلما أحبوه الناس أكثر وصفقوا له أكثر وسألوه أكثر وأفتاهم أكثر وخبر منهم حق الإمام أكثر، إنما هي مسؤولية في الآخر، يقول لا سبحان الله. طيب إذا كان هكذا يعني في يوم ما يمن علي الله سبحانه وتعالى بإسقاط هذه المسؤولية، هذا من النعم حبيبي، من النعم الأخروية، احنا موجودين في للدنيا وموجودين في الدنيا لكن ليس للدنيا وإنما للآخرة، فإذا كان صرت أنت أو أنا أو أي واحد في منزلة احنا ما علينا يعني لسنا مكلفين حقيقة، أو أنت أو أنا لسنا مكلفين حقيقة عن أن نشيل هم شيء، هذا هو المطلوب أحسن أبرغ بذمتي في الآخر،
هذا هو الآن مكلفين. نعم ما صار مالك عاجز عاجز بعد ما عليه. فمن هذه الناحية هذا ضروري أن لا تحمل هما لربما لربما وإن كان قلت لكم بأن هذا قليل جدا ولكن هو قليل إلى حصل أنه استمرارك فيه ضرر شخصي أو فيه ضرر عام أو مفسدة دينية أو اجتماعية تعزبون سلام عليكم ترى المسألة يجبك وأنا أريد أن أتخلى عن منصبي لو صحت بي نقول جزاك الله خير على هاي مرات ضحيت في سبيل الله وفي سبيل أمير المؤمنين وأي ضرر من ذلك